فضيلة الشيخ، ما حكم ترك طواف الوداع بحجة أن هناك زحمة شديدة؟ لا يجوز، يجب أن يطوف للوداع ولو محمولا. ولهذا قال في المسلم للرسول صلى الله عليه وسلم في طواف الوداع إنها مريضة، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، ولم يعذرها. فطواف الوداع واجب، لكنه ليس له علاقة بالحج، بمعنى لو أن الإنسان تركه فحجه تام، إلا أنه آثم إذا تعمد، وعليه عند أهل العلم فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء.